من يومين بالظبط كان كل البلينك في حالة من الحماس والفرحة من بعد ما سربت جيني جزء من اغنيتها الجديدة، وبالتحديد في يوم الحد اللي فات شاركت جيني ستوري انستجرام مع تاج لحساب مغني الراب مات شامبين، والشي اللي كان مدهش بجد هو صوت جيني الجميل والساحر. ومن هنا يتوقع بعض المعجبين ان جيني اتعاونت مع مات شامبين في احد اغاني البومها المنفرد القادم، ولكن في الحقيقة الاغنية دي كانت جزء من البوم مات شامبين الجديد بالتعاون مع جيني، وده معناه انه لحد النهاردة جيني مسربتش اي حاجة جديدة لينا من البومها القادم. وللعلم جيني ومات شامبين اصدقاء مقربين من فترة طويلة، ده غير ان بينهم مجموعة كبيرة من الاصدقاء المشتركين، ده حتى مات شامبين حضر ده بلاك بانك في كوتشيلا 2023 لدعم جيني فقط، وكمان حضر حفلة اطلاق تعاون جيني مع كالفين كلاين في سيول السنة اللي فاتت. وفي الوقت الحالي جيني بتستمتع بوقت فراغها في باريس قبل حضور عرض شانيل في اسبوع الموضة بكرة، وبالتحديد شهد المعجبين جيني امبارح وهي خارجة من فندق بيريا للخمس نجوم. وعلى الناحية التانية على الرغم من مرور حوالي 3 اسابيع على عيد ميلاد روزي، ولكن من الواضح انها ما زالت بتحتفل بعيد ميلادها، وده لانها امبارح شاركت ستوري الكعكة عيد ميلاد حصلت عليها، ومن الصورة دي فهم المعجبين انها كانت في استوديو تسجيل في لوس انجلوس لاكمال عملها على البومها الفردي التاني. اما بقى جيس وحماس الجمهور بيزيد كل يوم لعودتها كممثلة قريب جدا، وبالتحديد امبارح شاركت معجبة بعض الصور لجيس اثناء تصوير دراما انفلونزا، وقالت المعجبة ان جيس كانت بتصور احد المشاهد في مطعم مش مشهور داخل سيول، وبالمشهد ده تقريبا عض زومبي جيسو، وده لان المعجبة قالت انها سمعت اصوات صراخ من الداخل. ولكن الشيء المؤسف ان بعض الجماهير بدأت تشعر بالخوف والقلق على جيسو، وده لان جدول عملها مزدحم ومرهق جدا، فقبل كام يوم بس رجعت من باريس من بعد حضورها عرض ديور في اسبوع الموضة، وعلى طول من بعدها بدأت في تصوير دراما انفلونزا، ده غير انها هتبدأ قريب جدا في تصوير فيلم ميشن ريدر. وفي النهاية كل البلينك بيتمنى الصحة والسلامة لجميع عضوات بلاك بينك. اكتب لي في التعليقات انت رأيك في اخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.